وفي العاصمة دمشق سقط 4 شهداء على الأقل، بينهم أطفال، وجرح آخرون بعد استهداف قوات النظام لمبنى سكني في حي جوبر الدمشقي بصاروخ فراغي. وحسب ناشطين فإن 4 غارات جوية شنها طيران النظام على الحي ترافقت مع قصف مدفعي عنيف. في غضون ذلك دمر الثوان على أطراف الحي دبابة لقوات النظام من نوع T-82 بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على معظم المحاور. معنا من ريف دمشق براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي، أهلا بك براء. هل من مستجدات رصدتموها اليوم إن في دمشق أو في ريفها؟ نعم، الحقيقة منذ الصباح الباكر كانت هناك اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جانب وقوات الجيش الحر والثوار من جانب آخر داخل حي جوبر الدمشقي وعلى تخوم ساحة العباسيين دمشق، وأيضا تم استهداف مجمع 8 آذار بعدة قذائف من قبل الجيش الحر، وتمت إصابة المجمع بإصابات محققة. هذا المجمع وسط العاصمة دمشق والذي تعتنيه القناصة من أعلى الأبنية والتي تستهدف المدنيين داخل حي جوبر الدمشقي وبعض المناطق المجاورة لمجمع 8 آذار. أيضا تمكن الثوار من إعطاب دبابة من طراز 72 حينما حاولت التسلل على متحلق الجنوب الفاصل بين حي جوبر الدمشقي ومنطقة زملكة من الجانب الآخر، وتم أيضا تحرير عدة مباني تسيطر عليها قوات النظام على تخوم ساحة العباسيين وسط العاصمة دمشق، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة. وبعد كل خسارة تلحق النظام على أيدي الجيش الحر، يقوم النظام باستهداف المدنيين داخل حي جوبر الدمشقي وداخل جميع بلدات الغوطة الشرقية والريف الدمشقي، تم استهدافها بغارات الطيران الحربي وقصف عشوائي بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ، مما خلف أكثر من 7 ضحايا بين صفوف المدنيين وعشرات الضحايا تم إسعافهم للنقاط الطبية المجاورة. شكرا لك الناشط الإعلامي براء عبد الرحمن، حدثنا من ريف دمشق.